الفنانة فاطمة النمر استطاعت أن تخلق لنفسها هوية فنية مختلفة الطابع، إذ أنها ترسم لوحات إبداعية مستخدمة أدوات مختلفة عن ما يألفه أي فنان، فهي تستخدم بدل الريشة واللوحة خيوط السجاد. خلونا نتابع تقرير زميلنا حسين الحميدان مع الفنانة فاطمة النمر ونرجع لكم. مارست الفن كأسلوب حياة قبل كل شيء، بدأت من عمر 15 سنة من 1999 إلى الآن، وكان عندي 6 معارض شخصية حول العالم ومشاركات حول العالم، بس تميز شغلي يمكن بأسلوب مختلف، ألا هو أن تجسيد المرأة، فكر المرأة، عشق للتراث، فتراث أحب أن أجدده بإعادة تدويره إلى المستقبل، يعني بأسلوب حضاري مختلف أنه يتناسب أنه يكون في متاحف، في معارض دولية وخارجية نتعرفهم على بلدنا وقيمة تراثها وجمالها، مما تعطيه من ثقافة وجمال وإبداع. إحنا عندنا إرث حضاري لازم أنه يخلد قبل كل شيء، فكيف نقدر نخلده إذا ما خلدناه عن طريق الفنون؟ فالفن هو حضارة بحد ذاتها، إذا ما كان يخلد بالجمال هذا الأرث الحضاري بماذا راح يخلد؟ أنا كفنانة عندي فضول، عشق للفضول والتجارب بكل أشياءها، كان على الخشب، على الجدران، على الورق، على الجلد وغيرها من الخامات، كان عندي فضول ليش هاي السجاد اللي أشوفه في كل بيت ما أعمل منه شيء تحفة فنية. كان عندي عدة ممارسات أحاول أن أجربها، بديت في عشقي للنقوش في الفنون الإسلامية اللي في هاي السجادة، تخيلتها على أن هي عادات وتقاليد بجمالها، بصعوبتها، بتعقيداتها، وبعدها قلت ليش ما أعمل تجارب عليها أن أجسد شيء لمنطقتي، منطقة القطيف فيها إرث عميق، ليش ما أجسدها بس بصورة نسائها، بتكريم نسائها أن تعلق على لوحات، والكل يعرف من هاي الشخصية اللي كان لها أثر في هذا المجتمع. فحاولت أن أجسد شخصيات حقيقية تعايشت معها، تعرفت على أهلهم، تعرفت على تفكيرهم، طريقتهم، هم بعضهم ماتوا بعضهم متواجدين الآن بس اتجسدوا بصورة لوحة جمالية. فكان هذا المشروع تقريبا ضليت عليه 3 سنوات واشتغلتها، بس كان بحب عشان إن هي رسالة امتنان لهذا الوطن، إلى هذا البلد. فتخيل إن كل هاي الفنون تجسدها في لوحة، وغير كده إن أنت تتحدى وجودك واسمك كفنان سعودي في هذا المجال. أكيد كان الظروف صعبة إن تدخل في هذا المجال، وبنت بالتحديد إن تدخل الفن، ولكن كان إصراري وإيماني بنفسي هو اللي خلاني أتحدى كل هاي الظروف. والآن الحمد لله، الحمد لله، بعد مسيرة 21 سنة شفنا الدولة تدعمنا، وفي مجالات كثيرة إن تقدر يقدر الفنان يبدع فيها. الدولة الآن أسست وزارة ثقافة وفنون، هيئة ثقافة وفنون، خصخصة الهيئات، كذلك غير كده إن دعمت الفنانين، خلت كل مجال، كل مناسبة فيها يكون فيها الفنان، في حقوق للفنان السعودي، أن الفنان يوثق عمله، يوثق في المتاحف. حالياً راح تكون في متاحف فنية للفنان السعودي، مؤسسات ثقافية، الدولة توجه مختلف، فقط لأجل أن الفن حضارة قبل كل شيء، لأنه راح يوثق هاي الحضارة. أطمح لأني أكون أيقونة عالمية للفن السعودي، أن أتواجد في كل متحف، في كل مكان، أن أكون مصدر لإيمان كل بنت
بنفسها. إذا آمنتي بنفسك راح تؤمني بفنك، راح تؤمني بثقافتك، وراح تكوني إنسانة قوية. فأنت امرأة قوية قبل كل شيء، وإذا كان إيمانك بنفسك راح تكوني مبدعة. فهاي اللي أطمح إن أكون شيء ملهم لكل الفتيات. أنا بدأت رسوماتي إن بدأت في الرسم الكلاسيكي، وبعدها إن بدأت إن أطور دخولي للخامات مختلفة. يعني حاولت إن أدخل مواد، أجاوز مواد مع الأعمال، وبعدها اتجهت للسجاد، يمكن لأنه هو شيء من عمق الثقافة الإسلامية. يعني تحاول إن تجسده وتفتخر فيه، إن أنت متعتق داخليا بتراثك وثقافتك. فأجمل شيء إن تكون أنت مبتكر شيء في بلدك. مسمى معرضي الأخير كان ريحانة، واستلهمته من نبتة لها جماليتها عندنا في منطقة القطيف، وسميتها بهذا الاسم لأن استلهمت قصص لنساء من القطيف وجسدتهم في أعمالي على السجاد. كان نافذة، أن هاي النافذة تنفتح دوليا وعالميا عن طريق أعمالي لمنطقتي. هي رسالة امتنان، رسالة امتنان أحاول أن أقدمها لمنطقتي، لبلدي، وأجسد فيها روح كل أنثى، روح كل امرأة كان لها دور في المنطقة. فجسدت فيه المعلمة، وإحنا نسمي المعلمة اللي هي المدرس أو اللي كان يعطي دروس خاصة للطلاب ويحفظهم القرآن. جسدت فيه الحبابة وكيف كانت تحكي حزاويها وكيف تأثر على مجتمعها عن طريق تخلي الخيال عندهم مبدع وجميل يعني، وغيرها من الحناية، من النساجة، وغيرها وغيرها. شكرا زميلنا حسين حمدان، فعلا يعني يعطيك العافية على هذا التقرير الرائع. فاطمة النمر جسدت، هي شخصيا جسدت بحد ذاتها سيدة سعودية فنانة رائعة. أول شيء لما قلت أودي أنها بترسم باستخدام السجاد قلت إيش الكلام ده، بعدين لما شفت التقرير للأمانة لوح فنانة. جدا رائعة، فنانة بتتكلم، كل لوحة لها قصة. يعني زي ما سمعنا هي بتقول أنه كل شخصية في اللوحة هم موجودين، في منهم أشخاص ما زالوا لحد الآن على قيد الحياة وتعرفهم، وفي منهم أشخاص تعرف قصتهم وجسدتها في هذه اللوحة وتوفوا. ففعلا يعني رائعة 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 اللي أنا شفته بصراحة، شيء مبتكر. وفعلا في قصة الفن، أو خلينا نجي نتكلم عن الجانب الفني ككل، يعني هي تعتبر من المواهب السعودية الفنية اللي شكلت أو سوت خلينا نقول مسار رائع بشغلها بصراحة. نتمنى لها التوفيق إن شاء الله، ونشوفها بأكبر المحافل. يا رب يا رب. مشاهدينا خلينا نطلع فاصل، أكيد هنكمل معاكم من بعده، لا تنسوا مشاركتنا عبر هاشتاق البرنامج.